سلام ربي معكم في هذا اللقاء. ستكون المحاضرة عن آباء كنيسة المشرق. في البداية علينا التمييز بين عدة تسميات، مثلا الكنيسة الشرقية أو كنيسة المشرق وكنيسة الغربية. الكنيسة الغربية يقصد بها كنائس غرب أوروبا في العالم القديم. في ذلك الوقت لم تكن هناك كنائس في كندا أو أمريكا أو أستراليا، لكن كان التركيز هو في المنطقة المحيطة بروما، وكان هؤلاء يعتبرون كنائس أخرى التي في الشرق هي شرقية مثل اليونان مثلا. ولكن بالنسبة لنا نقول كنيسة المشرق نقصد بها الكنائس شرق نهر الفرات، يعني تقريبا كنيستنا كلها اللي كانت تمتد نحو بلاد فارس وأفغانستان والهند والصين، وحتى كان لدينا كنيسة في اليابان وفلبين وفي بلاد القوقاز وجورجيا وغيرها. أما غرب نهر الفرات فكان يعتبر كنيسة شرقية بالنسبة للكنيسة الغربية، ويمكن الصراع بين الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية البيزنطية أحد الأسباب، لأن كان نهر الفرات هو الحدود الطبيعية الغربية للمملكة الفارسية، فيمكن اعتبار كنيسة تركيا كنيسة شرقية إلى حد ما. وعندما نذكر الآباء علينا أن نعلم بأن هؤلاء هم مجموعة من القديسين والأدباء ومسؤولي الكنائس الذين كان لهم الفضل في الدفاع عن الإيمان ونشر الإيمان. لذلك هناك آباء رسوليين وهناك آباء مدافعين. الرسوليين الذين بفضلهم تم تنظيم قانون الإيمان، وأما المدافعين اللي دافعوا عن الإيمان بوجه البدع والهرطقات التي نشأت في شرقنا، وأقصد بشرقنا أقصد في مناطق سوريا وتركيا وإلى حد ما في المناطق الأخرى حتى مصر واليونان. وهؤلاء أيضا اجتمعوا في مجامع مختلفة للدفاع عن الإيمان في القرن الرابع والخامس والسادس. الآباء طبعا هم كثيرين، ولكن نقدر نقول بأن الأوائل كانوا في بداية القرن الثاني، يعني مثلا قديس إغناطيوس الذي استشهد سنة 107 ميلادي كان من أنطاكيا، وآخر قديس هو أب من آباء الكنيسة هو القديس يوحنا الدمشقي في نهاية الخلافة الأموية سنة 749، حيث في سنة 750 وبعدها بدأت الحضارة العباسية. من شروط واحد أن يكون أب في ذلك الوقت أن يكون إيمانه نقي، وأيضا ليس فقط نقاوة الإيمان لكن أيضا الحياة المقدسة السيرة المقدسة، وكذلك أن تعترف به الكنيسة الجامعة وأن ينتمي إلى تلك القرون، لأن هناك كثير من الأدباء والقديسين ولكن من القرون الأخرى، مثلا القرن الثامن أو القرن التاسع وإلى آخره.
في اختصاصنا في هذه المحاضرة هو وهي الجزء الأول هو الآباء الكنيسة المشرق الذي مثل ما ذكرت نقصد به شرق نهر الفرات، وأيضا المناطق الأخرى بعد حصول اتصالات ما بين الكنائس في ذلك الوقت. ومنهم طبعا نبدي مثلا برديصان. برديصان كان أديب قديم من أدباء كنيستنا في القرن الثاني الميلادي، وكان فيلسوفا من مدينة الره التي هي جنوب وسط تركيا، واشتهر بكتاب شرائع البلدان. ثم لدينا أيضا أسقف من كنيستنا كان في شرق الموصل، كان اسمه أفراهاط الحكيم، ولديه 23 مقالة. وكذلك مارفرام الذي يعتبر معلم الكنيسة الجامعة من مدينة نصيبين في القرن الرابع الميلادي، وأيضا عاش في الرها، وكان لديه تلاميذ مثل قرلونا وبالاي وإسحاق الأنطاكي. كذلك من هؤلاء الأدباء ربولا من الرها في القرن الخامس، والذي ترجم كثير من مؤلفات قوريلوس الإسكندري. وهناك أيضا معلمين من مدرسة الرها مثل هيبة في القرن الخامس وغيرهم. في القرن الخامس أيضا من المشهورين هو مارنرسي، الذي يعتقد أنه عاش أكثر من 100 عام، 399-501، والذي ألف 360 مقالة. وكذلك المعلمي مدرسة نصيبين مثلا إبراهيم بيت ربان ويوحنا وتوماس الرهاوي وقيورة وحنان الحديابي وميخائيل وسورين، وأيضا باباي الكبير المشهور في كتابه الوحدة، في الوحدة الذي عاش في فترة مضطربة وشهدت نهايات الإمبراطورية الفارسية، يعني من سنة 550 لسنة 628. وأيضا من هؤلاء في كنيسة المشرق مار أبا الأول والثاني والجثالقة إيشوعياب الأول وإيشوعياب الثاني والثالث 658، حيث عاصر بدايات الإسلام، وهو الذي الثالث هو الذي نظم نهائيا كتاب الحضرة في الموصل. وأيضا يوحنا بر فنكايا في القرن السابع الذي كتب عن تاريخ العالم. وفي الفترة بين القرن الخامس واستمرارية إلى السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر ازدهرت الحركة الرهبانية، فليس فقط من خلال أشخاص روحانيين كبار، ولكن أيضا من خلال كتابات. ومثلا من الكتب المشهورة كان هناك من البصرة يشوع الجناح الذي ألف كتاب العفة في القرن التاسع، وكتاب الرؤساء لتوما المرجي في القرن التاسع أيضا، وإبراهيم الكشكري في القرن السادس، وأيضا الذين أسسوا الأديرة. ومن ضمن بين هؤلاء أيضا ربوان هرمز في القرن السادس. ثم في آخر شيء أيضا نذكر في القرن العاشر الربان يوسف بوسنايا.
الذي كان من قرية بوزان شرق القوش. هؤلاء أيضا اشتهروا بالحياة التصوفية، من بينهم مثلا في القرن الخامس يوحنا الأفهامي في سوريا، وإبراهيم النثري ودادي شوع قطراية، وشمعون طيبوثة في القرن السابع، وسهدون أيضا في القرن السابع، وإسحاق النينوي في القرن السابع الذي نسميه إسحاق القطري، حيث كان راهبا في قطر وانتخب مطرانا للموصل، ثم تركها بعد أشهر ليعتزل في جبل في أهواز وليشتهر إلى اليوم. وأيضا يوسف حزاية في القرن الثامن، الذي يعتقد أنه كان يعمل وله دير مع رفاقه وأديرة أخرى في جبال الشمال، يعتقد قرب القرى المسيحية حاليا، منها قرية إنيشكي. ثم يوحنا الدلياثي في القرن الثامن، يقال بأنه دلياثي من دلياثا، من دليثا التي يقصد بها شجرة العنب، وإنه جبل قريب من دهوك. هؤلاء كلهم كان لهم الفضل في إنعاش كنيسة المشرق بتفاسيرهم الكتابية والروحية، وتعليمهم وإدارتهم للحياة المسيحية. أيضا من الجدير بالذكر الباترياريك طيماثاوس، اللي توفى 823، ورسائله العديدة وحواراته مع الخلفاء، حيث عاصر 5 خلفاء عباسيين. وهناك أيضا إيشع برنون وتيودورس بركوني وإيشع داد وإيليا برشينايا 1049، الذي اشتهر بحواره مع الوزير المسلم في ذلك الوقت. وابن بهلول صاحب المعجم المشهور، معجم ابن بهلول. وهناك عبدي شوع الصوباوي، تقريبا يعتبر من في النهايات في سنة 1318، بعد انهيار الحضارة العباسية، وبعد تقريبا انتهاء الحروب ما بين الملوك الغربيين وما بين المسلمين، والتي تسمى بين قوسين حروب الصليبية، ولا علاقة للصليب بهذا الموضوع. وعبد الشوع الصوباوي مشهور بكتاب الجوهرة، وبكونه كان أيضا مسؤولا عن الأبرشية في ذلك الوقت. ثم طيماثيوس الثاني سنة 1300، الذي اشتهر بكتابه عن الأسرار السبعة. هؤلاء الأدباء والآباء استخدموا اللغة الآرامية والعربية في نفس الوقت. طبعا العربية في الحضارة العباسية بسبب تأثيرها الكبير. وفي الجنوب كان هناك جيورجيس اسقف العرب، جرجيس اسقف العرب، وكان هناك جيورجيس أيضا اسقف العرب، واحد كان في شمال العراق والثاني كان في جنوب العراق، حيث كان هناك في جنوب مملكة الحيرة أو مملكة المناظرة، التي بدأت في القرن الثالث وانتهت في القرن السابع، وكان ملوكها معظمهم مسيحيين، ومرات كان في البداية كان بها وثنية، لأن كان هناك عدم تركيز على موضوع الدين، دين الدولة، ولكن كانت هناك قبائل مثل قبيلة العباد
تشتهر بمسيحيتها، وهناك قبائل أخرى كانت وثنية وكانت لها علاقات مع مسيحيي الجزيرة العربية، وأيضا كان فيها إبداعات كثيرة لأن كانت العاصمة الحيرة محطة لعقد مجامع لكنيسة المشرق منذ القرن الخامس الميلادي، وامتدت نحو الخليج العربي حيث كانت هناك أبرشيات عديدة، وأيضا في بلاد فارس. الفتوحات الإسلامية كان لها تأثير سلبي وإيجابي، لأنها أولا السلبي هو في تقييد حركة رجال الكنائس والأديرة، وإيجابي في فتح المجال للإرساليات نحو الشرق. نلاحظ أن هؤلاء الآباء والأدباء المشرقيين كيف كانوا يعملون بمختلف المواضيع اللاهوتية والفلسفية والتاريخية واللغوية، وربما نحتاج إلى حلقات عديدة لشرح ذلك. وأيضا العلم، فمن بين العلماء مثلا حنين بن إسحاق في القرن التاسع الذي ولد قرب الحيرة ودرس الطب في بغداد وعمل في البصرة، ويحيى بن عدي الذي كان في تكريت وكان فيلسوفا ومترجما لاتقانهم اللغة اليونانية واللغة العربية إضافة إلى اللغة الآرامية. الآرامية بتفرعاتها التي اليوم تسمى الكلدانية والسريانية وغيرها. هؤلاء الآباء كان تقليدهم هو تقليد يؤكد على الأدب الآرامي القديم، وقد تم تدمير كثير من الأدب الآرامي الوثني خوفا على الإيمان، لذلك خسرنا العديد من هذه الكتب والمقالات بحجة أنها كانت لوثنية، ولكنها كانت مهمة جدا من ناحية الثقافة. استخدم الآباء والأدباء المشرقيين أساليب كتابية، منهم من اهتم بالكتاب المقدس ومنهم من استخدم الرموز، وأيضا استفادوا من ثمار الحضارات القديمة السومرية والبابلية والأكادية وغيرها، ومن ذلك الرموز التي موجودة حتى في الإنجيل وفي كتاب وفي كتب العهد القديم. ومن هؤلاء الذين اهتموا بالرموز هو مارفرام الذي في شعره يحاول أن يقترب من الأسرار الإلهية من خلال الرموز، ولكن كان يؤكدون على الإيمان كجوهرة يجب الحفاظ عليها. من بين الأمور التي اهتموا بها هو التأكيد على التدبير الإلهي دبرانوثا والخلاص، واستخدموا طبعا صور وأمثال واستعانوا بالآيات وأكدوا على النبوءات. هذه الرموز هي للتعبير عن الحقيقة، فمن بينها طبعا على سبيل المثال إنه مريم العذراء هي حواء الثانية، وإن مثلا خشبة الصليب هي شجرة عدن الثانية، وموضوع الربوبية إن المسيح هو الرب،
وموضوع النور والشمس، وتفسير الثالوث الأقدس بالطريقة الرمزية، وكذلك الاهتمام بالجانب اللغوي من خلال وضع تعابير لغوية، بحيث كانت اللغة الآرامية لغة غنية بمصطلحاتها المعبرة. ومع ذلك الحقيقة بالنسبة إليهم هي عميقة، فكل هذه الرموز والأسماء هي من أجل الاقتراب لمعرفة الإلهية عند الشخص. كان لديهم طرق في الشروحات، طرق متميزة، كان يعتبرون طبعا ولا زلنا كذلك بأن اللاهوت هو كلام عن الله، وميزوا ما بين الفلسفي العقلاني وبين الشعر والرموز، لأن الفلسفة طبعا آباء الكنيسة استفادوا من فلسفة أفلاطون ومن فلسفة أرسطو، حيث كان أفلاطون يفيد من ناحية التفسير الروحاني باهتمامه بالمثل، وطبعا منه استفاد الآباء ليؤسسوا اللاهوت التصاعدي، العفو التنازلي، لأن الله هو في الأعالي الخير الأعلى، ويبعث شعاع من معرفته إلى البشر، وكان هذا مؤثرا لدى الذين اهتموا بالطبيعة الواحدة للمسيح. بينما اللاهوت أرسطو هو لاهوت تصاعدي، لأن أرسطو كان عالم طبيعي في ذلك الوقت، لم تكن هناك اختصاصات مثل اليوم، يعني العالم الطبيعي كان يهتم في كل أشكال الطبيعة، مثلا في علم الحيوانات، في علم النبات، في علم الفيزياء وغيرها. فأرسطو كان واقعي، يعني تصاعدي، أي أن نقول إذا أردنا أن نعرف الله علينا أول مرة أن نعرف الواقع والطبيعة، وثم نصعد نرتفع نحو الأعالي. وهذا كان دعم لأصحاب الطبيعتين الذين قالوا أن يسوع المسيح له طبيعة إلهية كاملة وله طبيعة إنسانية كاملة. إذا كانت هناك طرق لاهوتية مختلفة للحديث عن الإلهيات، وطبعا أكدوا على التجلي، الكشف الإلهي جليانا، و إن الإلهيات هي مثل السر، كاسيا يعني مخفية. جغرافيا هؤلاء طبعا أيضا لهم دور، لأنهم قد توزعوا في كل أنحاء تقريبا بلاد وادي الرافدين، و اهتمامهم بحياة المسيح جعلهم أيضا يبدأون أن يقسمونها إلى ناحية جغرافية، يعني مثلا المسيح على الأرض، المسيح في السماء، إذن هناك الأرض، هناك السماء، هناك أيضا الفردوس، فرديسة، فردوس الموعود. طبعا في الحضارات السومرية هناك جنة عدن التي كانت قرب بحرين، وهذه موجودة وفي سفر التكوين أيضا يقول جنثا دعذن، بينما في العهد الجديد هناك ذكر الملكوت لا الجنة. الملكوت هو المحل الذي يكون الله ملكا عليه. ففي خلال تأملاتهم اللاهوتية عن الرب يسوع المسيح، رغم كونهم في الجبال وفي الوديان وفي الصحاري، لكنهم أكدوا على الحقيقة الإلهية، وهي أن المسيح نزل في أحشاء مريم العذراء،
وخلص النفوس الأبرار في القبر أو في الجحيم، لأن كان هناك اعتقاد في ذلك الوقت الذين كانوا من أبناء العهد القديم. لذلك نلاحظ في تاريخ الكنيسة هناك عقائد مثل عقيدة التجسد، عقيدة الثالث الأقدس، عقيدة الفداء، وهذه تشمل كل العالم، يعني ليس فقط ما كان بداية أنه شعب الله المختار، ولكن الكل كما قال يسوع لتلاميذه في نهاية الإنجيل. هذا الواقع هو الذي أسس زمن جديد، راح الزمن القديم أصبح زمن جديد هو الزمن المقدس. هذا الزمن المقدس هو تاريخ الخلاص، الذي طبعا يتم التركيز عليه من دعوة إبراهيم بحدود 1850 قبل الميلاد إلى اليوم. إذا ركزوا على أن يسوع هو آدم الثاني، فلدينا آدم الأول ولدينا آدم الثاني. آدم الأول كان قابل للموت، بينما آدم الثاني هو للحياة الأبدية. سنحاول في الحلقة القادمة تكملة دراستنا الموجزة عن آباء كنيسة المشرق.